يغادر وفد الشعبة البرلمانية برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب رئيس الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين للمشاركة في اجتماعات الجمعية 38 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف. وحول تفاصيل هذه المشاركة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذة جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عضو الشعبة البرلمانية. مساء الخير أستاذة جميلة، ولو تحدثين عن أهمية هذه المشاركة وعن البند الطارئ الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين. طبعا أهمية المشاركة، هو مهم أن يكون وفد البحرين متواجد في هذه المحافل الدولية لأهميتها. طبعا احنا عارفين أن الدبلوماسية البرلمانية مهمة، العلاقات البرلمانية جدا مهمة، وأيضا أن يكون لنا دور في القرارات، خصوصا أن في هذه المحافل تطرح قرارات جدا مهمة، ولا بد أن يكون لوفد الشعب البرلمانية يعني دور في هذه القرارات. بالنسبة إلى البند الطارئ، احنا طبعا الشعب البرلماني تقدمت ببند طارئ يتعلق حول القضية الفلسطينية بعنوان عدم المساس بالوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس. طبعا هذا البند جاء بعد التطور الخطير اللي طبعا طرأ على القضية الفلسطينية، خصوصا بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن قراره باعتبار القدس عاصمة إسرائيل. وهذا طبعا الإعلان احنا عارفين بأنه هو يعتبر خروج عن الثوابت الدولية يعني متفق عليها تجاه مدينة القدس، لأن القدس هي العاصمة الشرقية لفلسطين. نعم. وبعدين أيضا أن هاي الإعلان يعتبر هو أيضا خروج عن الثوابت والسياسة الأمريكية، لأن هي راعية العملية السلام، ويؤثر هذا القرار على الاستقرار الأوضاع في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي والإسلامي. لذلك احنا الشعب البرلماني رأت بأن هي تتقدم بهاي المقترح، عشان احنا يعني نأكد على عدة مبادئ، منها ضرورة استقرار الوضع القانوني في مدينة القدس، ونرفض أي قرارات فردية يعني من تتناول الوضع القانوني للقدس من جانب واحد، وأيضا إيجاد وسائل تفاوضية بين أطراف يعني القضية الفلسطينية، ونعارض أي تغييرات ديمقراطية أو هيكلية لمدينة القدس، والحفاظ ومن المهم الحفاظ على الهوية التاريخية والثقافية والدينية لمدينة القدس. نعم أستاذة جميلة، بالإضافة إلى هذا البند الهام، ما هي أبرز المواضيع التي ستحرصون على التطرق إليها ومناقشتها خلال هذه المشاركة؟ طبعا احنا لا شك ان جدولنا في هذا لهذه الدوره 138 بيكون جدا مضغوط، وبيتناول العديد من المواضيع المهمه. طبعا في مواضيع تتعلق بالجانب الاقتصادي، ومواضيع تتعلق بجانب المراه. من اهم المواضيع بيكون موضوع يتناول النظام العالمي للمهاجرين واللاجئين، وموضوع عن استدامه السلام لتحقيق التنميه المستدامه، وأيضا إشراك القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وهناك أيضا من ضمن المواضيع مساءلة مراقبة صحة المراهقين. وفي مقترح مقدم من بعض الدول في اللجنة الثالثة يتعلق في إنهاء التمييز القائم على الميل الجنسي والهوية الجنسانية. وهناك عديد من ورش العمل، منها طبعا من المواضيع المهمة اللي راح تطرح في إحدى الورش هي عن تنفيذ معاهدة حظر الأسلحة النووية. فطبعا بالإضافة إلى مواضيع متعلقة بالمرأة، لأن المرأة أيضا لها جانب كبير من اجتماعات الجمعية. وإحنا كوفد شعبة برلمانية طبعا من الضرورة بمكان أن إحنا راح يعني نشارك في كل هذه الاجتماعات، وبنكون حاضرين في كل هذه الاجتماعات، وبنركز أهم شيء على الإنجازات اللي حققتها مملكة البحرين في هذه المواضيع المطروحة. نعم الأستاذة جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عضو الشعبة البرلمانية، شكرا جزيلا لك.